السلام عليكم. يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لمستشفى مكافحة السرطان بالجلفة، واللي حسب الصور اللي عندنا الأشغال انتهت كلها، ما تبقى إلى العملية تاع التجهيز بالمعدات الطبية. إذن هنيئا لهذا المستشفى الرائع واللي تم إنشاؤه بمقاييس عالمية. إذن نترككم تتابعون هذا الفيديو عن مستشفى مكافحة السرطان بولاية الجلفة، وإن شاء الله كل الولايات والخريطة نتاع المستشفيات نتاع مكافحة السرطان اللي راهي قيد يعني المتابعة في عدة ولايات ستنتهي كلها الأشغال بها لتعزيز، كما نقول دائما، لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.